رح ساعدك. كل شي رح ينتهي. باي هلأ خليل. بدي أحكي تليفون. مو هلأ، لازم أتصل على المشفى لو سمحت. بالأول بنحكي. جد هي منيحة؟ العملية كتير ناجحة وهي منيحة. طمن. نشكر الله ونحمده. وزاهر ابني كيفه؟ لسه عملية ابنك زاهر ما خلصت، بس لحد هلأ ما في ولا مشكلة. بإذن الله كل شيء منيح. أنا ستهم دكتورة، عن جد رح يكونوا مناح إذا ما صار تداخلات. نحن هلأ عم نستنى، رح يتعافوا بإذن الله إن شاء الله. فينا نفوت لعندك؟ طبعا، الحمد لله على سلامتهم. يسلموا إيديك. يسلموا ايديكم كلكم. الله يرضى عليكم. يعني خلاص نقدر نفوت؟ بس مو كلكم مع بعض. فوتي، يلا فوتي. فوت بابا. ميرا يا وحيدة أمك لساتها مخدرة. بدها شي مو؟ عم تلبس من البنج. خليل شو بها؟ شو عم تقول؟ عم تقول خليل عم تهدوس باسمه. يا عمري طول ما كنت هربان ما كان عندك اتصالات بحدا، ما هيك؟ بالبداية كنت عم بحكي مع عمو أحمد بس عالخفيف، قال مشان سلامتي. هو خبرني إني بخطر وبعدين نقطع الاتصال. طيب ليش هربت وما حاولت بري نفسك؟ هن كانوا حاطين علي، ولو بالسجن كانوا حيبعتوا ناس يقتلوني، مالي غير أهرب. عمو أحمد هيك قال لي. ما فكرت بعقلك؟ يعني ما خطر لك إنه يكونوا عم بيلعبوا عليك؟ تركت شركاتك يضيعوا، ما حيت حالك من الوجود. أنا خسرت أمي وما عاد في شي بيربطني هون نهائيا. ليش لخاطر؟ مشان هيك اتخذت قرار أني أهرب. لو أنت بمحلي شو بتعمل؟ بس هلأ الوضع اختلف. أكيد صار في عندي سبب لحاربون. ميرنا عرفت قصتكم واتضايقت. مضطر بري حالي مشانها، بدي صير حر كرمال ميرنا. بس إذا دخلت على السجن ما عاد فيني أكشفهم، ما فيني أكشف الألغاز اللي حوالي. إذا بتساعدنا منحلها سوا. أنا بحاجة لمساعدتك. إذا كانوا الناس اللي رح يقتلوك هن نفسهم اللي ببالي، معناتها ضروري تكون حر لنلقطهم بالجرم المشهود. يعني بصراحة رح أستعملك طعم كل أوراق النظامية،
وما بملك ولا دليل. ما فيني اتهمهم من دون دليل. منشان هيك أنا بحاجتك، رح أعمل مستحيل لتاخد حريتك. موتوني، كيف بدي أثبت إني عايش؟ وقت احتجازك بدي من هلأ، بس أنت رح تصبر شوي. اتفقنا؟